انتشر خلال الأيام اللي فاتت أكتر من فيديو مرعب من الفلبين وجنوب الصين وعدد من دول آسيا، وده بسبب الإعصار المدمر واللي ضرب البلاد. وشفنا أكتر من فيديو بيتصدر الترند، وخصوصا الفيديوهات اللي بتصور قوة الإعصار واللي تسببت في اقتلاع الأشجار، والفيديوهات التانية اللي بتوضح إزاي الإعصار تسبب في تعطيل حياة تماما في المدن اللي ضربها، وده اللي خلى المدن دي تتحول لمدن أشباح تقريبا. كان من الفيديوهات اللي انتشرت جدا برضو الايام اللي فاتت فيديوهات من تركيا، وتحديدا من مدينه كهرمان مرعش، واللي بتصور اللحظه الاولى للزلازل اللي ضربت تركيا خلال الايام اللي فاتت، واللي وصلت قوتها لخمسه ريختر. وطبعا ده اللي اصاب المواطنين بحاله من الذعر، خصوصا انهم لسه ما نسيوش اثار الزلزال المدمر اللي ضرب تركيا السنه اللي فاتت.